إدنبرا هي عاصمة اسكتلندا في المملكة المتحدة بريطانيا، من حيث عدد السكان تحتل هذه البلدية المرتبة الثانية في اسكتلندا والمرتبة السابعة في المملكة بحوالي 500,000 نسمة. تتربع على مساحة 78 كيلومتر مربع. سنة 1995 صنفتها اليونسكو ضمن مواقع التراث العالمي. في شهر أوت من كل سنة تدب الحياة في هذه المدينة من خلال مهرجانها السنوي الذي يضم عدة مهرجانات، لعل أهمها مهرجان إدنبرا الدولي للكتاب، حيث تستقبل حوالي 500,000 زائر خلال هذا الشهر ومليون زائر سنويا. سكانها مشهورون بارتداء التنورة